البرنامج دي يا جماعه اخر حلقه قبل الاجازه. هوحشكم عارف فعلا. انا عارف هوحشكم. بس قبل ما نبتدي الحلقه تعالوا نعرف ايه نتيجه مسابقه الاسبوع اللي فات. وعشان ما حدش يا جماعه يتهمنا بالتلاعب بالنتيجه لان دي بصراحه عايزه مخمخه، فاحنا لجأنا لطريقه ان احنا نعرف مين اللي فايز. الفايز من ها وها هيحددوا المج السحري بتاعنا. ركزوا معانا ركزوا معانا. الفايز هو الف مبروك لاحمد موسى يا جماعه. الف 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 مبروك يا جماعه. الف مبروك الف مبروك. وإيه أستاذ أحمد موسى تشرفنا في المسرح تستلم جايزك. هتيجي في الأجازة ومش هتلاقي حد مش مشكلة. لو أنتوا عايزين تبقوا بدل أحمد موسى ممكن تجيبوا البتاع ده بنفسكم مش مشكلة. يلا حاجة رخيصة كده معلش. المهم نرجع لأحوال البلد. شوفوا يا جماعة بالرغم من كل اللي مرينا بيه لكن جه الوقت إن المصريين يوروا للعالم معدنهم. إحنا ماشيين في مسار ديمقراطي وأخيرا هنخش على الموسم المفضل بتاعنا الانتخابات. هيكون في انتخابات رئاسية، انتخابات حقيقية وبجد. مساء الخير وبدأ الفيلم الكبير. هل هي هتبقى مسرحية هزلية؟ ابتدينا النهاردة الفيلم، ابتدينا المشاهد المصاحبة لهذا الفيلم الدرامي. أنا رشحت نفسي في 2005 للمباراة وكانت نفس التمثيلية اللي بتتعمل. في ناس بشوفها في التلفزيون ما سمعتش عنها ولا في مجلة ميكي ماوس. مرشحين رئاسيين ما عندهمش أمل في الفوز بيتهيألي، بس هنشوفهم الأخير ليه؟ داخلين الانتخابات ليه؟ ونس. بدل ما الراجل يخش الانتخابات لوحده يبقوا حواليه حس كده. يعني على الأقل ساعة إعلان النتيجة يبقى قاعد مستني يسمع اسمه يتفاجئ كده وهي بقى ده دلع رؤساء بقى يا جماعة وبتاع. يعني خلوا الناس تفرح. حبة سسبنس كده وكمان ايه حكاية تمثيلية وفيلم وكلام الفاضي ده. الفيلم بيبقى نص وتمثيل وكلام كده وكده مش بجد. الانتخابات مش فيلم، الانتخابات صراع منافسة عاملة زي ما تكون معركة حلبة مصارعة. WWE المصارعة الرئاسية الحرة. طبعا زي ما احنا عارفين المصارعة الحرة ملهاش اي علاقة بالتمثيل وكلها بجد، لكن برضه ما يمنعش ان احيانا في المصارعة بيبقى فيه نجم او اتنين وناس تانية جاية تشارك تلعب كمالة عدد. من الاخر كده جاي عشان تنضرب وخلاص. هل ممكن واحد مغمور انه يتولى رئاسة مصر؟ لا رفعت محمود ما يتسألش هذا السؤال لان انا ليا شهرة. لا انا ما تعرفش انت معروف، ما تقوليش انت تعرف. انا اسمي محمد راشد محمد عبد القادر صاحب رسالة الجريمة لا تفيد والمال الحرام لا ينفع. وظيفتك ايه؟ رئيس وزعيم امم. وبطلب مؤبدتي شخصيا، بطلب مؤبدتي السيسي شخصيا وجها لوجه هشوف بلده بدل ما قبل ما امسكها بدل ما تقع بيه نعتبر عصاها برضه. انا لو من السيسي اخاف ولو منك اختفي. روح كده الدلع عند خالك في البلد اليومين دول الله يهديك يا ابني. رد وبعدين الثقه اللي هم فيها دي، واحد يقول لي انا معروف وتاني يقول لي احنا رؤساء زي بعض. ده ناقص بقى واحد يطلع لي ويقول لي انه انقص 7 دول من الفيضان مثلا. انقصت 7 دول اوروبيه من الفيضانات عن طريق بركات ماتراتسن اللي هي مراتب بركات. مراتب بركات مراتب بركات ودي بيجي معاك وفيست ابو تريكا. اعتذار واجب بقلب يفيض بالأسى والحزن. تتقدم أسرة البرنامج بالاعتذار عن الإفيه السابق لما سببه من ألم للسادة المشاهدين. استر علينا، ربنا يستر على ولاياكم، والله الموفق والمستعان. أنا آسف أنا محتاج أجازة فعلا. أنا آسف أنا بس إيه التهديد ده؟ يعني إحنا عايزين واحد يفكر في الهموم اللي بتشغلنا، البطالة، الشباب، الصحة. برنامج بتاعي البرنامج فيه عبارة عن حاجة واحدة، البطالة والشباب والتأمين الصحي لسيادتك تمام. وعندي خطة عسكرية أخش بقى دولة خلال 21 دقيقة أكون في الدولة دي أدمرها. يعني الحمد لله الواحد مش صغير. 21 دقيقة أسرع غزو في مصر. أنا انتخبه. واحد وعشرين دقيقة تدخل بيها أي بلد
ده احنا بندخل شارع فيصل في ساعة ونص. وكمان انت ايه اللي رجعك في البلد؟ خش عند خالك. خش 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 خش. بصوا انا اللي غلطان ان انا لعبت مع ناس مغمورة، واي حد كده يخش الحلبة. خلينا في الناس التقال، الناس اللي عندها فرصة فعلا ان هم يكسبوا. خش عليا بالمصارع الاول. حمدين دبل اتش صباحي. ايوه بقى كده، يبقى في منافسه حقيقيه. حمدين يا جماعه ممكن يكسب. سامحني يا رب على الكذب اللي انا بقوله في البرنامج. سامحني، انا اسف. توب علينا، مش شغلتي، انا اسف. بس ليه 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 مش يمكن يكسب؟ مش ممكن احنا ده اللي راينا فيه يعني؟ المهم يكون هو مؤمن وعارف ان هو هيكسب. انا بعتبر حمدين صباحي فدائي. السيد حمدين صباحي اكتر واحد في مصر كلها عارف انه مش هيكسب الانتخابات، ومع ذلك نازل. ده مصلحه للبلد. بص يا حمدين يا ابني، مصر محتاجه لك. حمدين انت اللي هتخسر يا منعم. عدي اللفه ديت وجرب اللفه تلك العاده يعني، وهي الانتخابات ليها طعم من غير حمدين يعني. مش مهم يكسب، المهم المصلحه. وكمان انتوا عارفين لو حمدين ما نزلش مين ممكن يكسب الانتخابات؟ مرتضى ذا ماذر لافر منصور. انا اسمي مرتضى منصور، علامه مسجله في مصر وعلى العالم العربي. ايوه بقى، ايوه، خلي المصلحه تحلو، خلي المصلحه تحلو يا جماعه. ايوه ايوه، مرتضى منصور المصارع الخلوق. الادب يعني مرتضى، الاخلاق يعني مرتضى. يا رب سامحني على الكذب اللي بكذبه في البرنامج. يا رب يا رب يا رب سامحني يا رب. اه بعمل ايه بس يا رب. بس اكيد ده شو اعلامي مش حقيقي. اكيد اكيد انت بتهزر ومش هتخش الانتخابات. هترشح نفسك للرئاسه ان شاء الله؟ هترشح نفسك لرئاسه الجمهوريه ان شاء الله باذن الله؟ مكمل يعني؟ بامر الله. فانت خدت القرار فعلا انك هترشح نفسك رئاسه باذن الله؟ انا نازل انتخابات. ملامح برنامجي بسرعه كده. بلاش برنامج ابو، خش دخل عيال جوه، دخل عيال جوه، دخل في قصه القعده. ما يصحش. بصوا يا جماعه، غطوا ودنكم لا يكون في لفظ جاي في وشكم ولا حاجه. انا هساله وامري لله. هو حضرتك هتترشح ليه؟ انا شايف انه بلدنا بتضيع. انت قلت كمان النهارده انك هتطبق الشريعه الاسلاميه اللي ربنا حرمه انا هحرمه. بلدك في حاله من الفوضى والانفلات الاخلاقي قبل الانفلات الامني، وصلت مرحله من الضياع والانهيار الاخلاقي. ثانيه واحده ثانيه واحده، يعني حضرتك لقيت ان في انهيار اخلاقي فجاي تكمل عليه؟ جاي تشارك قلت تجيب درافها وخلاص؟ لا داهيه لتكون مقتنع ان انت اللي هتقضي على انهيار الاخلاقي. معلش يعني سامحني، اصل في كلام يعني اشاعات، انا بسمع بس انك يعني بتشتم. فده انت قلت ايه؟ فاسد، حرامي، سافل، خاين. بس ما قلتش الالفاظ البذيئه دي. ده سنه ام سودة هتأمك. هتأمك. هتأمك؟ ولا ده امك اللي هتضرب بالشبشب يا ابني والكلب يا جزمه. انت مين ابوك؟ هضربك اضرب امك عشان اربيك. ضم بقى يا ابني. امك هي اللي بصت يالا. بتقول امك الالفاظ البذيئه دي لكل الناس. ها؟ ابو امه ما يعرفوش يربوه. طبعا انا لو رئيس جمهوريه ما عنديش قله الادب دي خالص نهائي. وده يا جماعه عينا من الانهيار الاخلاقي اللي مرتضى منصور جاي يصلحه. بس ما تقلقوش يا جماعه، اي حد بيشتكي من انهيار اخلاقي دلوقتي لما يجي مرتضى رئيس هتترحموا على ام الايام ديت. طب يا جماعه الاخلاق مش كل حاجه. الميزه المهمه جدا في استاذ مرتضى ان هو راجل دبلوماسي، يعني اكيد في المحافل الخارجيه هيقدر يتكلم بلسان مصر بالطريقه التي تليق بيها وباسمها. يحصل دلوقتي اشتون دي بتشتغل ايه؟ عايز اعرف. شفت زيارتها ازاي؟ انا شايف الولايه اللي شكل الفيل دي. كل وزراء الخارجيه بتوع اوروبا يلبسوا طرح ويحطوا جزم في بقهم. ده انت هتودينا في داهيه. يعني انت دلوقتي لو رئيس جمهوريه، اولا علاقاتنا بالدول هتقطع، هنعمل حروب. ام امريكا الام اللي جاب ام امريكا الام اللي جاب ام امريكا الام اللي جاب ام بايرن مولك الام اللي جاب اللي جاب الام اللي جاب الام اللي جاب ام بوم بوم بام. I'm
الام اللي جابوه قوم وبان ميكسر ده غالي معلش. بص يا مرتضى خلينا نبدأ صفحة جديدة. أنا عايزك بصراحة تقبل مننا الهدية اللي جاية دي كعربون صداقة. إحنا عملنا لك إعلان لحملتك بيعبر عنك، يعني أتمنى إن أنت تلاقي نفسك في الإعلان ده. مصر هي ضمك. لا ضمك اللي هتضرب بالشمشم يا ابني قلبي يا جدي. أحمر. مرتضى منصور رئيسا لمصر، مصر هي أمك. كل سنة وكل أمهات مصر طيبين. عجبك الإعلان؟ لو عجبك الإعلان نحطه لك على سيدي ونديه لك. ثانية واحدة يا جماعة، هو أنا إيه اللي أنا بعمله ده؟ يعني ما اللي يترشح يترشح، يعني إحنا في بلد ديمقراطي ومن حق أي مواطن إن هو يترشح، بالرغم من لا معقولية الطرح ده أساساً. أنت حقك زي أي واحد تاني إنك ترشح نفسك. لا مش من حقي، مش من حقي أرشح نفسي، لأن أنا شايف إن أنا مؤهلي واخد بالك، وشخصيتي لا تحتمل إن أنا أكون رئيس جمهورية. أخيراً اتفقنا على حاجة، إحنا شايفين كده برضه يعني. لا بصوا يا جماعة بصراحة، لا لا للأمانة الفيديو ده قديم قوي، ده أيام ما كان عصبي، دلوقتي ما عادش عصبي خالص، والحلقة دي هتثبت لكم قد إيه هو ما عادش عصبي. أنا عارف إنك بتتفرج دلوقتي، إزيك يا مرتضى؟ أو 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 قاعد هادي أهو، سبحان الله سبحان الله، سكينة نازلة عليك. اللي بقولك أنت بقيت هادي زي كده يا مرتضى؟ من ساعة ما عملت رجيم ربنا كرمني وبقيت هادي فعلا. ما بقعدش بشرب كوكولا دلوقتي، انت عارف اقصى حاجه كنت بشربها العصير البرتقال، ده اقصى حاجه عندي في حياتي يعني. ما قعدتش بشرب خلاص عشان اخس. لا برافو، لا برافو برافو، لا برافو برافو برافو، بس على الله بعد الحلقه دي ما تبوظ وتعك. ولا اقول لك عك عك مش فارق، اصل بصراحه احنا كنا مخبيين عليك. انت ولا خسيت ولا هديت. بس بقول لك يا مرتضى، كلام في سرك، في ناس كتير يعني مش داخل عليهم الشويتين بتوع الترشيح بقى، ودول انت داخل الانتخابات عشان تنافس السيسي، ولا انت داي عشان تحلل قاعدة، ولا مصلحه برضه، ولا بص يعني من الاخر كده، انت نور عينه ولا لا؟ نور عيني اشتغلت. لا تقولي نور عيني وحبيب عيني والبلد بتضيع. نور عيني دي بتاعت المشير السيسي. والله انا مش واخد بالي. عندي انطباع ان انت من المؤيدين للمشير السيسي. طبعا. انت نازل عشان مصلحته ولا نازل علشان تنافس؟ لا لا لا، الناس فاكره اقول لك ايه، نازل انتخاباتي يبقى ضد الفريق المشير السيسي. لا مش لازم ضده. لا ده انت جاي تهرج بقى، هنهزر بقى ولا ايه؟ وعملنا لك اغنيه واعلان وحمله. رجع السي دي يا مصطفى، رجع السي دي، رجع السي دي، ولا اقول لك روح انت مرتضى دلوقتي. بس قبل ما اسيبك يا مرتضى تعال الف لي هنا، تعال. بص انا هقول لك وصفه انت عارفها كويس، بعد الحلقه حضر شنطه هدومك، اطلع على مدينه الانتاج الاعلامي، اقف على الباب، سلام عليكم، انا اسمي مصطفى منصور وعايز اشم باسم يوسف، هيدخلوك عادي، هما بيحبوا الحاجات دي، واعمل حساب بقى على بيات، واطلع في برامج وخش في مداخلات وسمع الكام شتيمه اللي انت متعود عليهم من ايام الثمانينات. انا بقى عارف ان الخمس دقايق اللي فاتوا دول هيخلوك تلف حوالين نفسك لغايه لما نفتكرك السنه الجايه، واحنا برضو مش هنرد عليك. انطلق يا مرتضى انطلق، هنسيبك مع نفسك كده لوحدك، لان زي ما قلت لك قبل كده ده تمامك. يلا ربنا يوفقه ان شاء الله. ايه مرتضى احتمال ايه ينسحب؟ يا راجل ده احنا بنهزر معاك، خليك في المصلحه. الله. طب يا جماعه واضح جدا ان احنا داخلين على انتخابات لوز يعني ومثيره، الا بقى لو لا قدر الله حصل حاجة. ماذا لو انسحب مثلا حمدين صباحي ثم انسحب مرتضى منصور وتبقى السيسي بس؟ ساعتها مش هتبقى انتخابات تعددية، هيبقى شخص واحد. يعني ايه مفيش انتخابات؟ لا لو مفيش مرشحين احنا نجيب له مرشحين من تحت الارض، لازم المصارعة تكمل لغاية الاخر وكله
عشان المصلحة. باسم صانع الابتسامة يوسف. يا جماعة أنا بشكركم على الثقة الغالية ديت. بس يا جماعة في الآخر إيه اللي حصل يعني؟ يعني ثلاث سنين وصورة رايحة وصورة جاية وفي الآخر مفيش منافسة حقيقية كده، إيه اللي وصلنا لكده؟ إيه اللي كان الناس عمالة تسمعه ليل نهار خلاهم متقبلين انتخابات بالطريقة دي؟ وفي الآخر إيه آخرة الفيلم ده؟ عدم وجود السيسي هو فناء لهذه الدولة. يعني لو مفيش عبد الفتاح السيسي مفيش النهاردة انتخابات رئاسية، مفيش مصر. السيسي رئيس مصر القادم بتفويض شعب. لو هو الموضوع شعبية المشير السيسي أنا بقترح إن إحنا ما نعملش انتخابات خالص، لأن المشير السيسي هياخدها بالتزكية. مفيش بديل عن عبد الفتاح السيسي. لا نرى غير هذا الرجل بديلا. هيجي بقى الوحش الكاسر اللي يلتهم ويلتهم كل الأسماك دي. بس أقول لكم بصراحة كان فيلم لطيف. نراكم بعد الفاصل.